بتاعتهم هيطلع لك اربع ارقام ان الهارت ريت ليدي 150 طب وليدي 60 طب وليدي 77 وليدي 103 نجمع الثلاثة ونقسم على أربعة يطلع ابروكسيميتلي الهارت ريت تمام انا بكلم بسرعه لا تعبتوا اتفقنا تاني حاجه نشوفها مهمه جدا 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 في الفولتج يعني ايه الفولتج يعني قدر الكهرباء سليم او غير سليم قدر الكهرباء يعني ايه قدر الكهرباء تعالوا نتخيل قصه ظريفه جدا هتحصل انا جبت مريض في جراحه القلب والصدر فتحت صدره الاقي ايه الاقي بلورا شلت البلورا الاقي ايه الاقي لانج شلت اللانج الاقي ايه بريكارديوم قطعت البريكارديوم هلاقي ايه؟ هحط عليه الالكتروز. هحط الالكتروز بتاعتي على الهارت شخصيا. اظن ده يبقى ذا موست كوريكت فولتج. قفلت البريكارديوم تتوقع الكهرباء تزيد ولا تقل؟ تقل حته. قفلت اللنج قلت حتتين، قفلت الفلورا قلت ثلاث حتت، قفلت الشيست قلت اربع حتت. خلاص؟ هذا هو الفولتج. يا ترى الفولتج اللي جاي من القلب فولتج سليم ولا لا؟ طب بالاحصائيات والعلاقه الاحصائيه هي اقوى العلاقات العلميه، بالاحصائيات اتفق العلماء على ان انا اشوف ليد واحد ليد اثنين ليد ثلاثه، شوف الار هنا والار هنا والار هنا، ان كان مجموعهم اكثر من 15 مربع يو ار ديلينج ويز نورمال فولتج. اذا من هو الحلوف؟ من هو الحلوف؟ الحلوف اللي يقول كلمة هاي فولتج. مفيش حاجة اسمها هاي فولتج. يا ريت يبقى يا ريت الكهرباء اللي في القلب كلها تجيلي، إنما في حاجة اسمها إيه؟ لو فولتج. واحد عنده بريكارديال فيوجن، مناعة الكهرباء تطلع. واحد عنده كونستريكتيف بريكارديتس، مناعة الكهرباء تطلع. واحد عنده انفيزيما، مناعة الكهرباء تطلع. واحد عنده ماسيف ليفت برون فيوجن، مناعة الكهرباء تطلع. واحد عنده اخر حاجه سيك تشستور مناعته يبقى عندي لو فولتج لكن اذا كانوا اكثر من 15 اضرب لهم تعظيم سلام لان هذا هو الفولتج الحقيقي 15 هو الحد الادنى لكن ما عندناش حد اقصى للفولتج هتقول لي طب انا قريت الكلمه دي اقول لك يس في حاجه اسمها هاي فولتج ار ان في 1 يعني الار عاليه في 1 لكن ما فيش حاجه اسمها هاي فولتج اي سي جي خالص الهاي فولتج دي لا يقرا في 1 2 3 واحد اثنين ثلاثة ان عندهم واحنا اتفقنا على ان في مربعات راسية ومربعات افقية والمربعات الراسية تمثل فولتج والمربعات الراسية تمثل زمن الراسية تمثل فولتج والافقية تمثل زمن وده مهم جبنا الزمن من المربعات الافقية 1500 على عدد المربعات الافقية انما الراسية تمثل فولتج عدينا 15 مربع في الارات يبقى ده نورمال فولتج تمام؟ نيجي بقى للستات. وهم مزعجين في كل شيء. في كل شيء ايفن زي سي جي. البريست. لما اجي ارسم لست اشيل البريست واحط تحت البريست الليز ولا اكمل كان شيئا لم يكن في الاماكن العاديه. This depends upon whether the female in the childbearing period ولا بعد المونوبوز. بعد المونوبوز it is not breast. خالص كمل عادي الليز عادي انما during the child bearing period ده بريست تيشو خاصة لو كانت لاكتيتنج بترضع يطلع فيري لو فولتج وتغلط فيه يبقى الست اللي بترضع او في الشايلد بيرنج بيريود يستحسن انك تافويد او تحط في مخك ان الفولتج هيطلع لو وما تقلقش منه انه لو وما تشخصش حاجه غلط بديس لو فولتج هذا هو الفولتج اي سؤال يبقى اتكلمنا على تو بوينتس مهمين جدا واحد اذا ريت اثنين اذا مش ثلاثه هامه جدا جدا حاجه اسمها روتيشن يعني ايه روتيشن؟ This is the heart ايدي اهي This is the heart مين اللي هنا؟ Is the right ventricle طب مين اللي هنا؟ Is the left ventricle طب مين اللي في النص؟ Is the septum طب تعال ارسم احنا رسمنا واتفقنا عليها من اول لحظه في الاي سي جي والبرنسبل رقم واحد ان ذيس از رايت فنتريكل باد
ارض صغيره بالصواريخ. حصل واتفقنا ولا يدعو مجال الشك ان في هنا كيو ار وهذا لفت بنتركه بقى. بصوا كويس، بصوا الرسمه دي كويس جدا، تمام؟ في ارض صغيره هنا فضلت تكبر 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 لما لقيت شوف قد ايه هنا. ده مين ده؟ ده في ون الذي هو هنا. وقلت لكم لما تشوف هنا المنظر ده تقسم بالله العظيم ان اللي انت باصص لمين؟ الراجل. طب هنا دي بي 6 اهي، بي 6 ده باصص لمين؟ للليفت. بص الار هنا كانت قد ايه؟ بقت هنا قد ايه؟ طب بص الاس، بص الاس هنا غلطها، فين الاس اللي هنا؟ اختفت. اذا في ويف اتولدت في في 1 وكبرت كبرت لما بقت في بي 6، وويف كانت كبيره في بي 6 وانقرضت في بي كبيره في 1 وانقرضت في بي 6. تتوقع ايه؟ اتوقع ان في النص الاثنين قد بعض، واحده بتكبر واحده بتصغر، يبقى في النص علي ار ايكوال اس. نحفظ دي. This point is called TZ. TZ transitional zone. دي الترانزيشن. You are over the septum. اول ما الاقي المنظر ده. طب تفتكر هنلاقيه فين؟ اما في في 3 او في 4 او كلاهما. او كلاهما. يبقى حفظنا الشستريتز تماما. في 1 و2 ار صغيره واس صغيره. لماذا؟ لانه يقابل الرايت فنتريكل. 3 و4 ار قد اس. لماذا؟ لانه يقابل السيبتم. اسمها ايه؟ تي زد التي هي ايه؟ ترانزيشنال زون. 5 و6 يظهر رايت صغيره وار كبير. اقول لاي واحد فيكم دلوقتي يلا احسب الشستريتز يقول لي اهي وانا مغمض اهي. في ثواني يروح نازل اهو ادي 6 ريدز في منتهى السهوله. 1 و2 ار صغيره واس غويط. 5 و6 كيو صغيره وار كبير. ما بينهم ار قد اس؟ اما في 3 فقط واما في 4. عشان كده الممرضه ما تحطش الليدز. الممرضه ما تعرفش عن ايه سته، ما تعرفش عن ايه تي زد خالص، ما تعرفش. ده انا لو حطيتها غلط قرار غلط. ليه؟ لان البوينت رقم 3 بتشترط ان الروتيشن لازم يخرج. ما هو الروتيشن؟ قلبي عامل كده. مين اللي هيطلع ار على اس قد بعض؟ طب بص معايا كده، لو القلب عمل كده يعني الرايت فنتريكل جه هنا وقعد يلف، القلب ممكن يلف كلوك وايز وانتي كلوك وايز. اذا لف كلوك وايز انت جبت السيبتم في 5 و6. انا مثبت الليدز، انا ما بغيرهاش بالاناتومي. هتلاقي 5 و6 رسموا ار قد اس. هتلاقي 5 و6 راسمين ار قد اس. لماذا؟ لان في هذه الحاله بقى 5 و6 قصاد مين؟ قصاد تي زد اللي هي الترانزيشنال زون. واضح؟ اقول هذا المريض عنده كلوك وايز روتيشن. العكس الاقي ار على اس قد بعض في 1 و2 بقى انتي كلوك وايز روتيشن. تمام؟ عشان كده الممرضه ما تحطش الليد لقراءه الروتيشن. النورمال ان تكون ار قد اس اما في 3 واما في 4 او في 2. اذا جت في 1 و2 بقت انتي كلوك وايز، اذا جت في 5 و6 تبقى كلوك وايز. طبعا اول ما تروح البيت هيجي لك دور يخرب بيتك ده ضيعنا. ظهار فيون فروم بيلو. ظهار فيون فروم بيلو يعني ساعه انا باصص لها كده، كده كلوك وايز وكده انتي كلوك وايز. ما تبصلهاش كده ويقول لك هيجي لك دوار فعلا، لان ضد العكس تماما. هو العالم اللي عملها كده، ظهار فيوت فروم بيلو، انا باصص له من تحت الى اعلى. فهذا هو الروتيشن. لو لقيت ار على اس قد بعض في 5 و6 يبقى ده كلوك وايز روتيشن. لو لقيت ار على اس قد بعض في 1 و2 يبقى ده انتي كلوك وايز روتيشن. في بعض الامراض اللي هنقولها بعد الصلاه بتعمل كلوك وايز روتيشن، وفي بعض الامراض بتعمل انتي كلوك وايز روتيشن. هذه هي النمره كام؟ تمام. يبقى قرينا ايه في الاي سي جي؟ زي الهيستوري بالظبط بتاع المريض. ريت 1500 على عدد المربعات اللي بين ار وار. واحد يقول لي طب انا عايز بي بي مش بي 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 المسافه بين بي وبي. او لو هات الريت انت حر. 1500 على المسافه بين بي وبي. ما لقيتش ار. اقول لك يا اخي ده كتير قوي. بين اس اس اي تو سكسيسيف ويفز، ويف قدامك بتتكرر يبقى تحسبها. البروفايدر اللي هارت از ايه؟ از ريجولر. ثم عرفنا الفولتج.
وأنه يجب أن يكون 15